تمنت وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي الدورة المثمرة للمجلس القومي للمرأة في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن عملها في المجلس كان محطة بالغة الأهمية في حياتها العملية. جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء وعضويات المجلس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عبرت وزيرة التضامن عن استعدادها الكامل للتعاون مع المجلس القومي للمرأة في الملفات كافة ذات الصلة، وأشارت إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة في المجلس لتعزيز البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم وتمكين المرأة المصرية والنهوض بها في المجالات كافة.